السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى بخير. جبت لكم اليوم واحد الشهيوه مبسطيله ديال السرتيل، تجي زينه وبنينه. كنحتاجوا لهاد المقادير، كنحتاجوا واحد 2 كيلو ديال السرتيل، واحد 4 فصوص ديال الثوم، قزبور ومعدنوس، خيزو فخابي، قرعة فخابي، بصلة هاشي، الفشلة هاشي، الشعرية الصينية. نحتاجو واحد كاس ديال الزيت، واحد حامضة ولا جوج حامضات معصورين، الزيتون، شوية المصير، واحد نص ربع مصيرة، هريسة حار، واحد المعلقة حتى جوج معلقات ديال مطيشة، مطيشة كونسير. التوابل تحتاجو سكينجبير، جوج معالق ديال التحميرة، معلقة سكينجبير، معلقة كمون، معلقة الملح حسب الذوق، قزبور حبوب، والإبزار. دابا نشرحو المقلة، نديرو فيها داك كاس الزيت، نخويو الزيت، نخويو البصلة ديالنا تشحر، ونبقى نحركو فيها كما تنشوفو مزيان، تطيح البصلة مزيان، تطيح البصلة مزيان ديالنا. نضيفو عليها الفلفلة باش تطيح هي وياها مرة واحدة، دقة واحدة. كنحركوها باش ما تحرق لينا البصلة ديالنا، كنحركوها حتى تطيح مزيان. كما تنشوفو البصلة ديالتنا بدات تطيح مزيان، بدات تطيح، بدات تدخل الطياب. بالنسبه للزيت خاصها تكون الزيت شويه قويه، الزيت باش ما قلت خاص الزيت شويه تكون كثيره باش تطيب لنا الخضره ديالتنا وتطيب لنا باش ما تحرقناش. ونبدا نقلبوا في البصله بحال هكا مزيان، تان البصله ديالتنا تبارك الله هي كي تتبان هي طابت تبارك الله. يا الفلا، في هذا الاثناء نضيفوا عليهم، نضيفوا خيزو اللي تيهز الطياب شويه، هو الاول، نضيفوا خيزو، بالنسبة لهاد البصيلة تتجي تبارك الله اقتصادية وزينة وبنينة. وخليكم معنا ودابا تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالها، تيشهي واقتصادية وسهلة. نبقى نصبروا شويه على خزو تيطيح لنا خزو مزيان، ونضيفوا ليه القرعه ديالنا حتى هي باش تطيب حتى هي مزيان. بالنسبه للتوابل ما نديروهمش في الاول، حتى نضيفوا الكفتات الحوت. من تشحرتنا الخضره ديالتنا تنضيفوا ليها القزبور والمعدنوس والثوم، وتنخلطوا هذاك الشيء باش ينسجم بعضياتو مزيان. بالنسبه تنشوفوا الخضره ديالتنا راه تبارك الله راه طاحت طابت،
تنخلطوا هاد العناصر حتى تنسجموا بعضياتهم، وتن مع الديك انا الديكر ان تنقصوا البوطه واحد شويه، تنقصوا النار واحد شويه، ما تنخليوهاش مجهده كي كانت في الاول، تنخليوها مهيله باش تنشف لنا الخضره ديالتنا. من الاحسن تنشف باش ما تقطعناش الورقه ديالنا، ما يبقاش فيها داك الماء ديال الخضره وهداك اللي دام كلشي تشربو. ونجيبو الحوت ديالنا ونصبو على الخليط، بشوية بشوية باش ما باش ما يغلبناش، نكبو شوية وندخلوه في الخضرات يدخلنا. نعاودو انو في هاد الأثناء نديرو مطيشة كونسيرف والزيتون ديالنا والهريسة، نفس الشيء تا هو ندخلو هادشي في بعضياتها ونديروها في شي تبصيل كبير باش نخلطوها مع، نضيفو بعدا الحامض باش يعطينا واحد النكهة ديال الحموضة. كما تنعرفو ان الحوت تمشي مع الحمض، تتواتى مع الحمض. وبالنسبة للمصيرة درنا قطع صغيرة وخلطنا التهوة مع الخليط، وتنبدأ نوسعها بحال هكا باش تبرد لينا، ونضيفو الشعرية الصينية مي تنخوي عليها الماء الطايب وتجي بحال هاد الشكل. بالنسبة للخليط ديالنا هو وجد تبارك الله، شوف نخلطو هداك الشعرية الصينية باش تبل تاهي بالتوابل وتنسجم لنا مع الخليط كاملو، تنحركوها مزيان هكا تبارك الله، هادشي تيشهي واحد الرائحة طالعة تبارك الله. منين الخليط ديالنا وجد تنجيب واحد الإناء كما تنشوفو ديال الفران، وتنديرو فيه الورقة، بالنسبة للورقة تنديرو نص داخل وسط الإناء ونص على برا، وتندورو هكاك تقريبا ثلاثة الورقات وحدة حدا وحدة، وتنصدفو فيه الخليط ديالنا الحجوة ديالتنا اللي تتشهي تبارك الله، وتنحاولو منخلوش بلاصة ما عامراش باش متجيناش باش متجينا هابطة. وتنتمنى من الله ديال الدوار هادي تعجبكم تبارك الله، ورا زينة وبنينة واقتصادية بزاف. وتنجيبو الفرماج تواجد عندكم هذا الكاروات مزيان، وتواجد عندكم الاخر المحكوك مزيان اللي كان نقضيو به ماشي مشكل، وتنصفو الفرماج ديالنا هاكا مزيان. بالنسبه للفرماج تعطي واحد التعليكه، هذيك التعليكه داك التقرمجه من الفوق تتكون زينه، وتبارك الله راه تتكون بنينه. وجربوها وبارطاجيوها بالاحباب والاصدقاء، راه غادي تعجبكم تبارك الله، واقتصاديه وزينه وسهله. توجد لكم في 30 دقيقه، هي معكم 10 دقائق ديال المونتاج ديالها و 20 دقيقه ديال الطياب، وهي معكم تبارك الله. كاع الناس اللي وريتها لهم وقادوها راه تعجبهم تبارك الله، وشكروني عليها. وتنجمعوا داك النص ديال الورقه اللي كان على برا، تنقلبوه من الفوق، وتنجيبوا الورقه الاخيره. بالنسبه للورقات تخصك واحد اربعه الورقات حتى الخمسه، وتنجمعهم تقريبا خمسه الورقات، وحده تتكون في القاع، وثلاثه النص خارج والنص داخل، وحده تتجمع بها البسطيله من الفوق كما تنشوفو. تنبدا نخشيو هداك الورق اللي شايط، تنخشيو تحت البسطيلة، سهلة واقتصادية وتوجد غيا كما تنشوفو. هي تتجمع تبارك الله، هي تجمعات،
ندهنها بواحد شوية الزيت من الفوق، ندير ليها شوية الزيت باش تقرمش. اقتصادية صحية بزاف، صحية بزاف، فيها الخضر، فيها السمك، فيها السرديل، أنواع السرديل من الأنواع الغنية. بس بالنسبة للبسطيلة ديالتنا هي وجدات تبارك الله، شوفوا معايا الشكل ديالها. دابا نخشوها في الفران على 180 درجة، ثلث ساعة، 20 دقيقة، 10 دقائق من تب من نخشوها تب من التحت، ونعاودو نزلوها باش تحمر. صافي نسدو عليها مدة 20 دقيقة إن شاء الله. يلا من دابا 20 دقيقة نتلاقاو. كنشوفها بدات تاخد اللون ديالها تبارك الله. هاهي بسطيلة وجدات وبالصحة والراحة. شو تبارك الله كي جات رقم قلم جوزينا، وبالصحة والراحة، وتتمنى تقدوها إن شاء الله، وبارتاجوها بين الأحباب والأصدقاء. وبالصحة هي كيما جات من الداخل، والمرجو الدعم القناة ديالنا باقي جديدة تبارك الله، عبد الله المراكشي، وبالصحة والراحة.